صح تسكر تريكوردي ولا انا صغار سو كان حدايا اصلا اربي شو داني دابا هذا جات بحال هكا تريكوردي اصلا في عليا هادشي كواليس قبل التصوير والله يا السلام عليكم مرحبا بكم في قناة الحوت فلوق مرحبا بكم في فيديو جديد ونهار جديد المهم اخوتي رمضان مبارك سعيد تدخل لكم الصحة والسلامة وانتم في احسن الحال نتمنى تكونوا كتفرجوا في هذا الفيديو انتم بخير وعلى خير المهم اخوتي كما وعدناكم رمضان عليكم مليء بالمفاجآت مليء بالتحديات المهم اخوتي هذا ثالث تحدي في شهر رمضان المبارك التحدي غيكون مع ضيف الحلقة الاخ ايمن تدلاوي اهلا وسهلا بك سي ايمن تدلاوي فين غزال بخير هانيا نتمنى له التوفيق يتوفق لي من التحدي المهم التحدي شنو هو لاطا ديال كالينتي مقسومه بين جوج يعني قسمناها في طباصل اخوتي ها التوصيل الاولي ها التوصيل الثاني ها انا اخوتي المهم اخوتي الكونسيبت ديال التحدي شنو هو كل عسالي الاولاني واللي ما سالاش اليوم الاولاني محبوبات الجماهير الهريسه وحار اخوتي لهاد الهريسه المهم ما نساوش نذكركم بان جمعيه اشبال طنجه مازال في في المبادره الوطنيه ديالها ديال عمليه افطار الصائم كما كنذكركم دائما نمره الرئيس ديال الواتساب وديال التليفون غتجبروها في الديسكريبشن ديال الفيديو وفي الشاشه ديال الفيديو ليتس جو 1 2 3 4 بما مروكو Thank you.
علي باغ فيها زينة ولا سي أيمن كمل على خاطرك وكل هريسة أما خونتي ما عادش واش كتب لكم ولا لا أنا سي أيمن بصحة وراحة سي أيمن شنو هادشي هذا؟ بعيد على قدها غديتي تاهي لا خوتي والله إلا تغديت اليوم والله إلا خوات الطوفة جاوني بزاف جايني والله إلا خوتي هما الأول يقسم اللاطة ما نعرفش شنو هادشي هذا خوتي كمل راه باقي هادشي هذا حضرت الهريسة والله إلا ما رديتلوش يبدا قسما بالله كنت بقينا ناكل قلت شنو اللي فيها شوف الأرض فهمت هاد النوبة هادي عرفتي ما غنبجها ما غنبجها ما المهم أخوتي فيديوز راه كيتصوروا في شعبان أخوتي ماشي في رمضان غاتسمعوا تغدينا عاود شحالكم كناكلوا رمضان فيديوز كيتصوروا في شعبان ماشي في رمضان حيتاش في رمضان نتوما عارفين الصيام وهداك الانسان كيكون مشغول شويه معاه نكون ان شاء الله مشاركين في المبادره الوطنيه اللي عاتها من جمعيه اشبال طنجه راه نصور لكم شي نهار تما كيفاش كدوز الاجواء ديال عمليه الافطار المهم اخوتي حتى لهنا كنكونوا وصلنا لنهايه لا فيديو ما تنساوش ديروا لايك سبسكرايب تقولوا لي كلا الهريسه فعلوا الجرس سي ايمن كلا الهريسه بصحته غدا نجيب لك شي دراهم اخرى ايمن اخي بلا ما تعصب ابا قالوا الهريسه انا عليك لا غدا ان شاء الله المهم اخوتي المره اللي مازال قبل ما تسالي الفيديو بغيت نقول كاع اللي كيحبوني ديروا ابوني